طيب، لفت للنظر هي تلك الصعوبات على المستوى الاقتصادي التي يعيش بها الآن المواطن الإيراني. بماذا تعلق على هذه الأزمات الخانقة الداخلية التي تحدث الآن لإيران؟ بالطبع بالنسبة للثورة والظروف الحاصلة لحد هذه اللحظة، وكان النظام الإيراني يدعي أنه بعد ما حصلت الاتفاق بين المملكة العربية السعودية ودولنا بالخليج العربي ستنتقل أو تتحسن الظروف الاقتصادية، ولكن المأساة مستمرة، الاحتجاجات مستمرة، العمال لدينا نحن في الأحواز إن كان في القنيطرة أو الأحواز العاصمة أو عيلام أو حتى أماكن أخرى، وناهيكم عن أراضي الشعوب الغير فارسية وحتى بلاد فارس نفسها الاحتجاجات مستمرة. الظروف الاقتصادية هي تضغط على النظام الإيراني والثورة تضغط على النظام الإيراني، ونحن نشاهد يعني المظاهرات والانتفاضة أيام الجمعة في بلوشستان وحتى في الأحواز، يعني لدينا كثير من النشاطات على أرض الأحواز وأرض أتراك أذربيجان يوم أمس وقبلها وكردستان، وهذا كله مؤشر أنه الظروف تستاء اتجاه النظام، الضغوط تزود اقتصاديا، وأنا لا أبعد أنه ستعود الثورة من جديد بقوة، إن كانت في أراضي الشعوب الغير فارسية في الأحواز وغيرها أو حتى في بلاد فارس للضغط على هذا النظام الدكتاتوري. We'll be right back.